مرحبا بكم. أوجد احتمال سحب قطعة رخام صفراء من كيس يحتوي على 3 قطع رخام صفراء، 2 حمراء، 2 خضراء وواحدة زرقاء. احتمال، سأرمز للاحتمال بحرف P. احتمال سحب قطعة رخام صفراء يلو ماربل. الحدث أو التجربة في السؤال هنا هي سحب قطعة رخام صفراء، سأكتب هنا كلمة سحب بيكينج. وحينما تقول احتمال فإنها فعليا طريقة لحساب احتمال حدوث حدث معين، والطريقة التي سنفكر بها هي كم نتيجة سنحصل عليها من عملية سحب قطعة الرخام من الكيس، كم هي النتائج التي ستحقق الشروط، وكم عدد النتائج المحتملة لدينا. حسنا، سأكتب النتائج المحتملة هنا. النتائج المحتملة هي possible outcomes، وسترى أنها فكرة واضحة، ولكنني أريد أن أتأكد بأننا نفهم كل الكلمات التي قد يقولها الناس. إذن مجموعة النتائج المحتملة، حسنا لدينا 3 قطع رخام، من الممكن أن أسحب قطعة الرخام الصفراء هذه أو قطعة الرخام الصفراء هذه أو قطعة الرخام الصفراء هذه. جميع هذه قطع صفراء، وهنا قطعتي رخام حمراء في الكيس، قد أسحب قطعة الرخام الحمراء هذه أو قطعة الرخام الحمراء هذه. ويوجد أيضا قطعتي رخام خضراء في الكيس، قد أسحب قطعة الرخام الخضراء هذه أو قطعة الرخام الخضراء هذه. ويوجد قطعة رخام زرقاء في الكيس، هنا قطعة رخام زرقاء. إذن هذه هي جميع النتائج المحتملة، وأحيانا قد يشار إليها باسم سامبل سبيس، فضاء العينة، وهو مجموعة من النتائج المحتملة، وهي كلمة خيالية لتبسيط الفكرة. حينما أسحب شيء من الكيس، عملية الاختيار من الكيس تسمى ترايل. يوجد لدي 8 نتائج متوقعة، وبذلك عندما أفكر في احتمال سحب قطعة الرخام الصفراء أريد أن أفكر بما هي جميع الاحتمالات. يوجد لدي 8 احتمالات لعملية السحب، إذن عدد النتائج المتوقعة number of possible outcomes، يمكن أن تسمى حجم فضاء العينة، عدد النتائج المتوقعة. إنها سهلة جدا، انظر لدي 8 قطع من الرخام، وكم هو عدد قطع الرخام التي تحقق الشرط في التجربة هنا؟ حسنا، لدي 3 قطع رخام تحقق الشرط المطلوب. يوجد 3 قطع تساعد على ظهور القطعة المطلوبة، وأعتقد أن هناك طريقة للقول لدي 3 هنا. إذن العدد الذي يحقق الشرط هنا number that satisfy the constraint. إنها سهلة جدا، ولكن عادة الكلمات تجعل المسألة أكثر تعقيد. إذا قلت ما هو احتمال اختيار قطعة رخام صفراء؟ كم لون متوفر يمكن أن أقوم بسحبه؟ يوجد لدي 8 قطع قد أسحبها، وكم منها صفراء؟ يوجد 3 صفراء منها، وانتهينا.